أما الآن مع جميل راتب لتواجد طول أيام المهرجان وحضوره وخبرته أضافوا الكثير على كل المناسبات اللي كان موجود فيها. ولهيك حب يتواجد من بداية المهرجان وشارك بفعالياته، وأبرزها حضور عرض فيلم زهرة حلب لهند صبري اللي بيعتبرها اليوم نموذج جميل للممثل الشاب. شفت الفيلم الأخير بتاعها وعجبت بها جدا بأدائها، والفيلم عجبني كمان. بتتفرج على الأفلام القديمة أو يد أسود أكتر ولا بتتفرج على الأفلام الجديدة؟ لا، بتفرج على الأفلام الجديدة عشان أشوف تطور السينما. ده مهم جدا، وبكتشف مخرجين جداد وممثلين جداد. اللاستكة ليها حساب، والطبخة كلها هندسة، وانت طباخ عيكك لا تفهم حساب ولا تعرف هندسة. 70 سنة عاش بمجال الفن وبرصيده أكثر من 100 عمل ما بين السينما، الدراما والمسرح. ومو بس هيك، فكمان قدر بوسامته وطموحه الكبير يوصل للعالمية ويصير قدوة للكثير من النجوم الشباب. بدي من حضرتك أعرف شو لازم يعملوا لحتى يوصلوا يعملوا ميكس بين العالمية والمحلية. الواحد مش لازم يبص للمجد أو العالمية طالما هو بيخدم الفن. ولهيك هو اليوم بيعيش على ذكريات الفن اللي جمعته مع رفاق الدرب اللي اشتغل معهم بأعمال كتيرة. أصدقائك بالوسط الفني هلأ مين بتشوف أكتر عالم؟ حسين توفيق، كرم النجار، محمد صبحي. أديكوا 5000 جنيه في الشهر يعني أعمل، فلا كلام فرق بيع. إيه هي حصلت كمان تلبس بدلتي. وتقدمه بالسن ما كان عائق أمام شغفه للفن، فهو اليوم وبالرغم من ابتعاده عن التمثيل مستمر من خلال خبرته وأفكاره. في عمل أخيرا كتبته من كم سنة يمكن هيتنفذ قريب. المخرج اتفقت معه، بندور دلوقتي على منتج. حضاري هو على الأطفال اليتامى وأطفال الشوارع.